نخش في الموضوع على طول. الفيديو ده هيكون مراجعة عن بروجيكتور وانبو اكس 5 اللي انا شايفه بصراحة جهاز يستاهل. طبعا الفترة دي كترت البروجيكتورز كتير في السوق، لكن مش كلها يعتمد عليها او ان انت تدفع فيها فلوس اصلا. لكن اللي معايا النهاردة في الفيديو وانبو بروجيكتور اكس 5، بروجيكتور قوي جدا بيشغل فيديوهات بدقة 1920 في 1080 فول اتش دي، وكمان عدسة العرض بتبقى اوتو فوكس بحيث ان انت لو حركت البروجيكتور من مكانه مش هتحتاج ان انت تلعب في الريموت او تلعب في اي حاجة، وهتعمل اوتو فوكس لوحدها. بيوصل واي فاي لحد 5G، وكمان فيه سبيكر بقوة 5 واط. بالنسبة لدقة العرض، دقة العرض فيها اشكالية كبيرة جدا بالنسبة للناس اللي بتستخدم البروجيكتورز، وبيرجعوا يشتكوا بيقولوا ان البروجيكتورز الدقة بتاعتها سيئة جدا، وتلاقي مثلا انه عرض الفيديو على حيطة غامقة سواء سودة او حيطة رمادي شوية، غير لما مثلا تعرض على حيطة بيضة. الحيطة البيضة بتعكس لك كل الالوان صح، وكمان افضل وضوح. فعشان تحصل على احسن دقة لازم تكون الحيطة بيضة تماما عشان تعكس لك افضل دقة. اللي طبعا زي ما احنا عارفين الحيطة الغامقة بتمتص الالوان شوية، لكن الحيطة الفاتحة زي البيضة او البيج بتعكس الالوان كويس. نرجع تاني للبروجيكتور. البروجيكتور بيجي معاه ريموت كنترول عشان تقدر تتحكم في كل حاجة في السيستم بتاعه، وكمان في ميزة مهمة جدا خاصة لمستخدمين موبايلات السامسونج الفلاجشيب، هي ان انت لو وصلت الموبايل بالبروجيكتور عن طريق الكابل اتش دي باليو اس بي سي، تلقائي هيفتح نظام الديكس على الموبايل زي السامسونج S22 Ultra، S23 فيما فوق، وتقدر تستخدم الموبايل بتاعك اكنك موصل لابتوب او كمبيوتر على البروجيكتور. مجرد ما تشغل البروجيكتور وتوصله باي واي فاي عندك في البيت، هتبقى قادر انت تتفرج على اي افلام او مسلسلات اللي انت بتحبها، يوتيوب، وفي مليون حاجه تقدر تشغلها عليه. بس كده، ده كان باختصار شديد جدا ريفيو عن البروجيكتور ده. بروجيكتور ممتاز جدا، وكمان قيمه مقابل سعر. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وتشترك في القناه، وممكن تدخل تشوف باقي الفيديوهات لو حابب.